قرصان يا قرصان الحق سفر السواحل مكافحة المخدرات اجوا ما تعطى الهم محلول المشكلة كيف؟ صناديق اللي معنا كبون بالبحر شو؟ ارمي المخدرات بالبحر يا اخي انا عبلك اكيد؟ ايه اكيد العلماء قالوا إنه سمك القرش صاير يضرب كوكايين عشان هيك صاير عنيف وسلوكه عدواني I need cocaine. نعم، إنها المخدرات. طب نيكولاس، سمك القرش من وين بيجيب المخدرات ليتعطاها؟ أنتوا ما حضرتوا المقدمة؟ سمك القرش عم بيجيب المخدرات زيه زي أي مدمن من تجار المخدرات. يا مدمن، أثناء عبور التجار في البحر عم بيرموا المخدرات في البحر بقصد وغير قصد. فهي المخدرات بتوصل لسمك القرش وبيبلش. يا مدمن طب نيكولاس كمان سؤال كيف العلماء عرفوا انه سمك القرش عم بيتعاطى المخدرات ولو الحيتان لهودان افي انت شو خصك كيف العلماء عرفوا اذا قلت لك رح تفهم ما تنصكم ادبي ماذا اللي بيهمك كمشاهد محدود العقل انه العلماء عرفوا وحكوا للاعلام والاعلام فضحهم يلا يا اعلام فرجينا كيف العلماء كشفوا سمكة القرش النوتي العلماء شافوا سمك القرش عم بلف حوالين حاله بدون هدف نسيبهم بحالهم؟ لا، فضول العلماء اشتغل بدنا نعرف ليش سمك القرش بيعمل هيك ما في غير تفسيرين يا إما عليه قرض مش قادر يسده يا بتعاطى مخدرات واضحة مش محتاجة حاجة يعني فالعلماء قرروا يخضعوا سمك القرش لاختبار عشان يعرفوا أي تفسير فيهم اللي صح رموا له بجعة بلاستيك ورموا له صندوق بيشبه الصندوق اللي بيستخدمه تجار المخدرات ورموا له مخدرات إذا راح للمخدرات معناها مدمن بيتعاطى إذا راح للصندوق معناها بده يبيع المخدرات الموجودة فيه عشان يسد القرض اللي عليه طب إذا اختار البجعة مدمن برضه مدمن ما البجعة بلاستيك ليش راح عليها المخدرات دمرت دماغه يا مدمن خلاص يا علماء آخر كلام القرش مدمن وبتعاطى وصاحب سوابق أكيد بدناش نظلم القرش متأكدين؟ بعتولي الحالة الأولى شك هون شك طيب نقلي لهوني أيوة بروفيسور حراتي شو عم تعملي؟ عم نجري تجارب سريرية على سمك القرش يا جماعة رجاء نأخذ الموضوع بجدية الموضوع مش مسحة تعاطي المخدرات بين الحيوانات عم بنتشر والموضوع مش بس سمك القرش لا كل الحيوانات بايدن مثلا كلبه عم بهجم على الناس في البيت الأبيض وعم بعضهم أكيد متعاطي هذا السلوك العنيف معناه مخدرات شكله الكوكايين اللي لقوه في البيت الأبيض وصل للكلب المسكين يا سيدي انسوا كلبه لبايدن هدول الأغنام تتذكروهم اللي عم بلفوا حوالين حالهم بدون هدف أكيد عم بلفوا يدوروا على حشيش واضحة يلا يا علماء أعطوهم اختبار حطوا لهم عشب بلاستيك وصندوق مخدرات وشو ما اختاروا مندي ماذا؟ على سيرة المخدرات عمركم سألتوا حالكم كيف التجار والمهربين والفاسدين والحرامية بعطوا شرعية للمصاري اللي معاهم الإجابة هي تبييض الأموال أو غسيل الأموال ما هو تعريف غسيل الأموال؟ خزقت تقولوا مصاري حرام غسيل الأموال هو جريمة اقتصادية تهدف إلى إطفاء شرعية قانونية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها ما شاء الله ويكيبيديا فسرتوا الماء بالماء برافو أستاذي الإعلامي
المخضرم المثقف نيكولاس خوري، عندي سؤال بسيط، ليش عم تشرح لنا معنى غسيل أموال؟ لو صبرت كنت رح تعرف. أصبر، هلأ رح تعرف. في خبر، عندي بشرة سارة لتجار الممنوعات، المهربين، الفاسدين، الحرامية. خلص ما في داعي تغسلوا أموالكم بعد اليوم، الحكومة المصرية حلت المشكلة وجابت لكم غسالة، تحديداً البنك الأهلي المصري الحكومي حل المشكلة. أنت بتقول لكل العملاء، كل من لديه دولار، أنه يستطيع أن يشتري هذه الشهادات أو يكتتب في هذه الشهادات، وأنت مش هتسأله مصدر الفلوس دي إيه؟ تمام، لأن أنا عارف العميل بتاعي، فمش محتاج أنا أفرض مش عميل بتاعك يا أستاذ يحيى. جديد برضو، معنا برضو حتى العميل جديد من حق العميل أن يضع أي مبلغ هو عايزه. لو حضرتك معاك مليار دولار وعايز تحطه تحت أمرك يا فندم، لو معاك مليون دولار تودعهم ما تقوليش جيبهم منين؟ لا يا فندم. يحيى بيه أرجوك وضح لي. بأكد لحضرتك يا فندم. أو حتى لو عميل جديد يعني. أيوة هو ده، حتى لو عميل جديد اللي أنا بتكلم عليه. أيوة. إنه له حق يودع لحتى لو مليون دولار، ما حدش هيقول لي تفضل حساب افتح سلام عليكم وامشي. بالضبط. يعني باختصار، اذا معك دولارات 10000 100000 مليون مليار، تعالوا حطهم في البنك الاهلي المصري الحكومي. ونائب رئيس مجلس اداره البنك شخصيا وعدك انه مش حيسالك من اين لك هذا. ومش بس هيك، لسه في كمان رح يعطوك شهادات وفوائد، فروح وتوكل على الله، شو المانع الا اذا ما بتقبل ربا. هون بتفهمك. هلأ رح يجي واحد يسألني، نيكولاس ليش مصر بتعمل هيك؟ أنا فخور فيك، برافو، سؤالك ذكي، ليش مصر بتعمل هيك؟ مصر يا جماعة بدها عملة صعبة، بدها تجيب دولارات بأي طريقة، وما لقوا غير هاي الطريقة؟ لا لقوا كتير طرق، هاي واحدة منهم. طب شو باقي الطرق؟ خد عندك. مثلاً إذا في مصري عايش برا البلد، رح يخلوه ياخد قرض بقيمة 3 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري مغيره، وبفائدة قليلة، بس بشرط إنه يسد القرض بالدولار. هاي اس للي ما فهم. ومش بس هيك، لسه في كمان، اذا انت مصري وعايش برا مصر ومتهرب من التجنيد وخايف ترجع، ليش الخوف؟ طالما معك دولارات ليش الخوف؟ ادفع 5000 دولار وان شاء الله كل امورك محلوله، ما في خوف من تجنيد. وزارة الخارجية طلعت بيان قالت والله احنا هنفتح باب التسجيل على موقع الوزارة يوم 14 اغسطس اللي جاي، وهنتلقى الطلبات من المقيمين في الخارج من اللي حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 لسن 30 سنة، ومن تجاوزوا سن 30 سنة لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف. البيانات المطلوب تسجيلها: الاسم، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة جواز السفر، تاريخ الميلاد، الرقم الثلاثي إن وجد، تاريخ مغادرة البلاد، الدولة المقيم بها، البريد الإلكتروني، والمبلغ 5000 دولار أو يورو، المبلغ 5000 دولار أو يورو، ويسدد على حساب بنك كذا. زي ما سمعت، ادفع 5000 دولار أو 5000 يورو، بس يا نيكولاس في فرق عملة، في فرق بين ال 5000 دولار وال 5000 يورو، مش نفس القيمة. يا حبيبي الحكومة بدها 5000 من العملة الصعبة اللي معاك، 5000 يورو، 5000 دولار، 5000 فرنك سويسري، 5000 باوند أو جنيه استرليني. فرق العملة وقيمة الصرف مش اختصاصك، ما خصك، ما تتدخل، اتدخل بالمهم وتدخل باللي بهمك. طب شو بهمني؟ اللي بهمك إنه العرض مش أبدي، بس ساري لـ30 يوم فقط. مبادرة لأول مرة لمدة شهر؟ زي ما سمعت 30 يوم، لحق حالك، عرض خاص للعائلات. كأني فهمت يا نيكولاس إنه هذا العرض بس للمصريين اللي عايشين بالخارج. فهمت صح. طب أنا مصري وعايش بالداخل ومعاي يا سيدي 5000 دولار أو يورو وبدي أتهرب من الخدمة العسكرية، شو أعمل؟ تعال تعال سافر برا، حولهم من برا، اعمل شوية سياحة وارجع، شغل دماغك بس بسرعة لأنه معاك 30 يوم فقطاً. نرجع لموضوعنا. مصر يا جماعة عم بتعاني أزمة تانية غير أزمة الدولار، أزمة الكهرباء، وأزمة الكهرباء هاي قاعدة معانا، مطولة معانا، طالما درجات الحرارة عالية، طالما الدنيا حر، مطولة معانا وقاعدة معانا. وزي ما حكى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو بانديراس، إحنا دخلين عصر الغليان العالمي، معناها غليان عالمي، الأزمة قاعدة معانا ومطولة معانا. وهذا الكلام مش كلامي، كلام رئيس الحكومة المصرية عبد المنعم مدبولي. طول ما درجات بهذا الحجم أو هذه الدرجة العالية، هيبقى مضطرين إن إحنا
ندخل في إجراءات تخفيف الأحمال. إحنا فريق الصليت الإخباري ما رح نعمل زي باقي الإعلام ونحط بنزين على النار ونزيد من غضب وشرارة غضب الشعب المصري. لا، إحنا رح نعمل العكس، the opposite. إحنا بدنا نخفف أحمال على الشعب المصري، بدنا نهدي الشعب المصري، بدنا نروق الشعب المصري، بدنا نبرد الشعب المصري. عمركم سألتوا حالكم شو فوائد قطع الكهرباء؟ شو الجانب المضيء من قطع الكهرباء؟ سألتوا حالكم؟ ما سألتوا حالكم؟ اسألوا حالكم وإحنا معانا الإجابة من خلال هذا الوثائقي الحصري. للكهرباء فوائد، لكن مهلاً، ماذا عن قطع الكهرباء؟ إذا كانت الكهرباء نوراً فقطعها رومانسية. هلا بيقطعوا الكهرباء معنا غير هالشمعة. قطع الكهرباء يخفض من الاحتباس الحراري، يخفف من التلوث، يخرجنا من عزلتنا، يبعد عنا الحوادث في البيوت والحرائق في الممتلكات، يضع حداً للضجيج. قطع الكهرباء يحسن رؤيتنا الليلية، يقلل فاتورة الكهرباء المنزلية، يقربنا من أحبابنا. الكهرباء قهر ووباء. الكهرباء وصلت لأفاي قبل ما تصل لضيعتنا. وفي كمان فائدة لانقطاع الكهرباء الوثائقي ما حكاها. إذا ما عندك كهرباء يعني التلفون مش شغال، يعني ما بتشوف هالبيض. ماذا؟ ادخل أخبار دقيقة في دقيقة. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمين. مساؤكم مزين بطعم الدولار. صرح رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة بأنه استمع لآراء المواطنين الرافضة لقانون الجرائم الإلكترونية، وأكد أنه متفهم لمخاوفهم وسيعتقلهم جميعا. أعلنت الحكومة المصرية حل حزب النور تخفيفا للأحمال على شبكة الكهرباء بعد منعها لجرافات لأنها ترمز للصليب. حركة طالبان تمنع استخدام الفانيلات لأنها تشرب العرق. نفى كلب بايدن كوماندر الاتهامات التي وجهها له بعض الموظفين في البيت الأبيض بالعض، وقال موجهاً حديثه للرئيس بايدن وأضاف معاتباً ثم ختم بيانه متوعداً ب. هدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد القيادة الأمريكية قائلاً من الأفضل للجيش الأمريكي أن ينسحب من الأراضي السورية قبل أن يجبر على ذلك. خالدي إيش؟ خذ الصج. من صجك؟ إي والله من صجك. هيك المقداد حكى لأمريكا. عاد الحين أمريكا خايفة، خايفة أمريكا. أني كان معكم أحمد الخالدي. شكرا خالدي. عسيرة خالدي، خالدي مرته من السويد. عسيرة السويد. السويد يا جماعة تمر بأزمة، أزمة تعتبر واحدة من أخطر الأزمات اللي مرت فيها منذ انتهاء أو اندلاع الحرب العالمية الثانية. خبراء سويديين اعتبروا الفترة الحالية اللي تعيشها السويد واحدة من أخطر الأوقات على البلاد. في وضع وصفه كريستيرشن بأنه أخطر وضع سياسي أمني منذ الحرب العالمية الثانية. شو سبب الأزمة؟ سلوان موميكا. وفي غير سلوان موميكا، سلوان موميكا عمل جرائم حرب بالعراق، زهق، راح للسويد، عمل جرائم كراهية. سلوان موميكا هو، في غيره؟ شو؟ في واحد غيره؟ برضو سلوان؟ طب موميكا؟ لا؟ الحمد لله. صار في مشاكل بين السويد من جهة ودول عربية وإسلامية من جهة تانية. جد مستاهل كل هالمشاكل عشان سلوان موميكا؟ طب مستاهل تزعلي شعبك منك عشان واحد ابن ميليشيات عشان سلوان وموميكا؟ شعبك مزعوج من الموضوع. Sen fokuserar man kanske media på att det är muslimer, de här araberna, och kolla förorterna och alla problem. Och allting har egentligen bara med araber och islam att göra, vilket det kanske inte alls har egentligen. Och det är så osvenskt. Alltså vi i Sverige har aldrig varit så, vi har aldrig hamnat i såna här konflikter. För att det är inte så vi egentligen är. Man får ju ändå visa respekt mot de som har de värderingarna eller tankarna. Så att då är det ju inte bra. مش بس هيك، مدينة ستوكهولم تراجع ترتيبها في قائمة أفضل مدن العالم، كانت بترتيب 21 نزلت لـ 43. مبسوطة يا سويد عشان سلوان موميكا؟ أزمة اقتصادية، تراجع في المرتبة، مشاكل مع شعبك وغضب شعبي عشان سلوان موميكا. مدينة ستوكهولم عندها متلازمة ستوكهولم. جد يا سويد، تخيلي بكرة تستمري بالنزول والهبوط والتراجع لحد ما توصلي لدول العالم الثالث، تسأليهم انتوا شو عم تعملوا هون؟ واحدة تحكي لك والله انا انقلاب، الثانية تحكي لك والله أنا تقسيمات طائفية، وأنت تحكي لهم سلوان موميكا.
مستاهلي، بس الحمد لله يا جماعة السويد أخيراً بلشت تشغل دماغها وعم بتفكر تحضر حرق القرآن وعم بتفكر تعيد النظر بموضوع سلوان موميكا كله. سلوان موميكا شاف إنه عامل أزمة للسويد، يهدى يروق يسكت؟ لا، كل أسبوع بيطلع بنهفة جديدة، بتطرف جديد، باعتداء جديد، بهداش ما شاء الله عليها السلوان موميكا، ما شاء الله هالطاقة، لو تحطها بإشي منيح. آخر أعماله لحتى تصوير الحلقة طلع حرق المصحف الشريف وحرق العلم العراقي وحرق صورة لمقتدى الصدر وحرق صورة رمزية للإمام الحسين وحرق علم الثورة السورية. طب يا سيدي فهمنا، بتحرق الرموز الدينية عشان تستفز المسلمين، حرقت علم الثورة السورية ليش؟ عم تحفظ خط الرجعة مع الحشد الشعبي؟ ولا أنت قاصد تستفز شريحة أكبر من الناس عشان تفهم السويد إنك يا عيني مهدد، حياتك مهددة، يلا أعطيني الجنسية بدون ما تغلبي حالك وتنبشي بتاريخ اللي مليان إجرام وقذارة. من السويد ننتقل إلى الدنمارك اللي عندها نفس مشاكل السويد ونفس ذكائها الشديد. في واحد متطرف تاني قرر يحرق المصحف الشريف، ما هي صارت موضة، موضة كله بدي يمشي معها، موضة كله بدي يلحقها. المهم في امرأة عراقية شافته فقررت تحمي المصحف وأخذت المصحف منه. تمام؟ لا مش تمام. الشرطة الدنماركية تسكت؟ لا ما بتسكت، مش تمام. اعتدت على المرأة واستخدمت معها القوة المفرطة وأخذت منها المصحف وأعطته للمتطرف عشان يكمل حرق. احرق حبيبي، يلا عمو، يلا احنا أسفين أزعجناك، احرق حبيبي، يلا يلا، ولا تزعل ولا تزعل ولا تزعل حبيبي، يلا. زقفة للدنمارك يا جماعة، زقفة للدنمارك. شو هاد الدنمارك؟ شو هالجمال هاد؟ بتعتدوا على النساء وبتدعموا التطرف؟ الاثنين ما شاء الله، ما شاء الله هالبلد شو حلوة، ما شاء الله. مروة، شو ترتيب كوبنهاجن بقائمة أفضل مدن العالم؟ اثنين. اثنين؟ اثنين؟ حوصل لك حتى لو عالي إني ممكن أموت. خلص تمام. والآن أترككم مع دعسوقة الصريط الإخباري مروة الحراتي وفقرة نميمة. مروة تعالي ما تخافي، إحنا مش بالدنمارك، تعالي. هذا يا جماعة الخير، لبنان هذا الأسبوع احتفل بعريس، يعني شو هالعريس؟ شوفوا مين هالشاب القمر؟ مين طربون الحبق هيدا؟ رياض سلامة. هلأ رياض سلامة خلصت ولايته كحاكم مصرف لبنان، هلأ يمكن يجي حدا يقول ليش عم يحتفلوا فيه؟ ليش عم يحتفلوا فيه؟ ما هو سبب الانتكاسة الاقتصادية بلبنان، لك ما هو من وراء أصلاً الناس خسروا ودائعهم والشعب اللبناني المشحر كل شيء حوشوه كل عمرهم خسروا من وراء. ما تردوا على الحكي، دقيقة عين والناس دمتها واسعة وبتحكي شو بعرفني؟ هذا كله حكي بلا طعمه ما له لازمه. رياض سلامه يا جماعه بيرفع الراس، بتعرفوا مين كمان بيرفع الراس؟ الشمس الغرنيه، زهره البقاع نجوى كرم، فاتت بموسوعه جينيس. زقفه لنجوى كرم يا جماعه. والسبب هو اطول ديل فستان، لبست فستان ديله كتير طويل 50 متر او شيء هيك، إنه كمان يمكن حدا تاني يقول هو نفسه المغرض اللي كان عم يحكي عن رياض سلامة يقول إنه شو هالإنجاز هيدا. بالله فنانات بلدك أداي طول داي الفساتينهم. إخوتي اللبنانيين واللبنانيات ما تردوا على هيدا الحكي، خلونا فخورين ومبسوطين بس ما ننجر وراء الأخبار اللي مش دقيقة. يعني لما حدا يقول أول فنانة عربية بتفوت بموسوعة جينيس، لا مش صحيح الحكي، في قبلها في شاب خالد، في تامر حسني، في عمرو دياب، في محمد عبده، يعني خلونا ننبسط بس ما نقول إشياء مش صحيحة. الكذب خلوه لخالدي. وعسيرة محمد عبده، طلع محمد عبده عم بيقول عن شيرين عبد الوهاب إنه هي مؤدية مش فنانة مش مطربة. بتقوم فيفي عبده بتعمل شير لمقطع غنية لشيرين ومكتوب شو محمد عبده الكبير بالعمر قاعد عم يحكي انه شيرين مش فنانة، اذا هالحكي هو رقاصة. فبصير في بلبلة وحكي على اللي عم تحكي انه كيف تحكي هيك وكيف تحكي هيك. بتطلع المسكينة بتقول لا يا جماعة انا شيرت بس عشان هذا فيديو طلع قدامي، عجبني صوتها لشيرين، ما قريت شو مكتوب، حقكن على الأمية، انا بس شيرته كرمال شيرين ومحمد عبده فنان كتير كبير وانا كتير بحترمه. فوقفوا هاي الحركات تبع انه تقعدوا تنشروا حكي، وهيدي كتير بشعة، هيدي العادة شو اسمها نميمة كتير بشعة عن جد، بطلوها.
على سيرة الفنانين، كاردي بي كان عندها حفلة، بتقوم بالحفلة واحدة من الناس اللي واقفين حد المسرح بتشبق عليها المشروب اللي بإيدها، بتقوم كاردي بي بتشيل الميكروفون وبتطقها فيه، بيخبط فيها للبنت. هلأ اللي عم بينحكى إنه ارتد وخبط بيه صبية تانية، ومرفوع دعوة على كاردي بي، مش معروف إذا من أول صبية اللي هي شبقت المي ولا من التانية، والصراحة مش مهم شو هالموضوع التافه هذا. خلونا بالمواضيع المهمة يا جماعة، احنا جايين من كوكب انجازات، بدنا نقعد نضيع وقتنا بهالقصص؟ تفاهة على السطول. وهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بترش معناتك لا من ولا انكم عندكم، نوعدكم دائما، اترككم مع فيديو الاسبوع شكارة بفرحة. انا وين الله يوفقني، وانا كل صبح اصبح واحدة من النقبة اشوفها تعرفونها بالذمة احد عارفه، والله لو اشوفها بوسط لو بروحها مو بوسطها بروحها تقول لي انا عارفك ما راح اعرفك. دكتور ما لقيت واحده يعني بس وجهها سفر شويه عن هالنقاب. تعرفي فجر السعيد، ما بدي اعلق على كلامك، ما بدي. ليه اعلق؟ إنه أنا اللي رح أتعب، أنا اللي رح أمرض، أنا اللي رح يرتفع عندي الضغط، أنت ما رح تفهمي، ما رح تحسي، ما رح يفرق معاكي، تعبت. بس في شغلة مش قادر ما أعلق عليها، مش قادر. ممكن أفهم يا فجر السعيد، ليه حاطة في بيتك مجسمات إليك؟ ما انتبهتوا؟ شوفوا الفيديو كمان مرة. الواحد يصبح، أنت كل يوم تصبح بكذي؟ ماذا؟ ليش في بيتك حاطة مجسمات إلك؟ ليش مجسمات إلك محطوطة في بيتك؟ ليش محطوطة في بيتك مجسمات إلك في بيتك؟ إلك مجسمات، ليش؟ طب هاي المجسمات تعتبر البداية ولا النهاية؟ يعني هاي قمة النرجسية عندك ولا بداية النرجسية عندك ولسه حنشوف أشياء تانية؟ طب الحنفية عندك في البيت حنفية عادية ولا فجر السعيد؟ بارد بارد، لأنه على حالتين بارد، لأنك باردة، باردة وجهك أنت فجر السعيد. لحظة لحظة، معقول هدول المجسمات من أيام الانتخابات اللي بتشاركي فيها وما بتفوزي؟ انت بتنزلي عشان تخسري اصلا. كان معكم نيكولاس خوري، مروه الحراتي، احمد الخالدي، جاسم العلي، فريق العمل السلطة الاخباري. واحد واحد بدون فرحه، لنا لقاء اخر. في كتير واقف.